بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعما نواله. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا ربنا يا حبيب. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. ولتكن منكم، شوف هذا مقال قبل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا، هنا قال ولتكن منكم أمة بعد الذي رأيناه من الآيات البينات يدعون إلى الخير، أنتم تدعون إلى الشر. هي تقول أين تصالحوا، هو الحقيقة بتزيدوا تطلعوا على بعضكم. فك الفترة دي كانت المصالحة الظاهرية، هي مكيدة من الطرفين، أين تصالحوا باش تزيد يثبتوا في سيماتكم وفي عيونكم، مش قاعدين تخطوا اليوم كشفكم شيء، يردوا عليكم الضربة أو أنتم تردوا عليهم الضربة. هذا حال العرب والكرب والمدعي الإسلام. لذلك أنا ما نستغربش باش أغلب الشعوب وأغلب الثقافات تكره الإسلام، لأن الإسلام منسوب للعرب بخطأ ومنسوب للمسلمين وهذا خطأ آخر. أعلى قلنا مدامكم حالكم حال النفاق وحال الكفر بنعم الله وحال الكيد الإسلام الحقيقي، ولا إسلام سياسي اليوم تطعنوا به. قال شنو السياسة؟ إسلام راه وراها وراها إسلام يغذيها. هذوما الناس طامعين بالسلطة، احنا ما حشتناش بهذا النوع، اما يتركوا الجانب الدعوي والا مانيش باش نصوتوا له. تو يجيكم تصويت اخر من الله، ريح صرصر وريح سموم وهلم جر، وما نفسكم ما تلقى من تلوم إلا نفسها، ولكن اللوم ذاك جاء مخر. مع أن من عملوكم، والسلام على من اتبع الهدى.